وبالطريقه دي هتبقى اكبر عمليه تصدير عملناها او هنعملها، بس ده معناه خطير خطير جدا، لان كل ما العمليه كبرت كل ما احتمالات الخساره بتبقى اكبر، وبرضه احتمالات المكسب. ايوه منير، اصلك ما انتش عارف الضمانات اللي طلبها مني البنك كانت كبيره كبيره قوي. انا اضطريت ان انا ارهن كل ما املك عشان ادفع للبنك واطلع خطابات الضمان. اطمن يا فندم. انا بشوف ان احنا لو فكرنا نبيع جزء من العمليه دي من الباطن. طب يا فندم، وسمعه الشركه وسمعتنا في السوق؟ معك حق معك حق، بس انا مش مطمن، حاطط ايدي على قلبي. يا فندم باذن الله كل حاجه هتتم صح وفي ميعادها، بس انا كل اللي بطلبه شويه تعديلات في بنود الاتفاق عشان نقدر نوافي بالتزاماتنا. طيب ما تسافر لهم وتحاول تناقشهم في بنود العقد وتعدل اللي انت عايزه. فندم حضرتك عارف ان السفر بالنسبه لي مشكله. من ناحيتي من ناحيه يعني اخواتك؟ لا 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 ما تشيلش هم. اولا انت مش هتغيب اكتر من يومين ثلاثه، ثانيا اخواتك دول احطهم في عينيا، انا مسؤول عنهم، هسال عليهم كل يوم. ايه رايك بقى؟ ها؟ على خيرة الله. ادي تذكرة السفر دي للأستاذ منير. هو مسافر؟ أيوه، رايح اليونان بدل كامل بيه عشان يراجع العقود ويعدلها. مهمة رسمية فيها بدل سفر ومكافأة. أيوه، بس أنا أعرف إن الأستاذ منير ما بيحبش يسافر. حبيبي، ما بيحبش يسافر؟ انت بتاكل من الكلام ده؟ ده بيرسم بيتكتك. قال ايه؟ مش عايز يسافر ويسيب اخواته البنات لوحديهم، بيتبغدد، واول ما عرف ان فيها سفر وبدل سفر ومكافاه نسي اخواته البنات وهوب هيسافر. انا مش قادره افهم انت ليه بتكرهه. اكرهه؟ انا اكره؟ انا قلبي عمره ما عارف الكراهيه. انا اخلاصي هو اللي بيدفعني ان انا احذر كامل بيه من هذا المنير. إنه بيتدحلب ويتدحلب حتى يضع كامل بيه في جيبه عشان يوري له مدى التضحيات الكبيرة اللي بيعملها من أجله. قال إيه؟ سيترك إخواته البنات لإنهاء مهمة رسمية خاصة بكامل بيه. تضحية عظيمة يقابلها مقابل مادي كبير. أستاذ حسونة، المفروض إننا نشكر الأستاذ منير اللي ساب إخواته ومسافر يخلص شغل للشركة، ولولا ثقة كامل بيه فيه ما كانش بعته بداله. انت بتدافع عنه ليه؟ لاني بدافع عن الحق. وبصراحه انا كل اللي شفته ان الاستاذ منير انسان عظيم ومخلص للشركه جدا. طيب يا بنات اشوف وشكم بخير. الله، احنا مش هنوصلك يا ابي. توصلوني فين؟ انا يا دوبك هعدي على كامل بيه امضي شويه اوراق واطلع المطار على طول. مش كنت خدتني معاك يا ابي؟ اخدك معايا فين؟ انا رايح شغل. وانا اشتغل كمان. تشتغل ايه؟ اي حاجه، المهم الواحد يلم فلوس كتير وخلاص. هو انت همك على الفلوس وبس؟ امال ايه اهم منها بقى؟ الصحه والستر. ماشي، خدهم حضرتك واديني انا الفلوس. انت خلاص ما بقاش في فايده فيكي ابدا. يا سلام يا اختي. وبعدين معاكوا يا بنات، انا عايز اسافر واسيبكم من غير خناق. احنا عمرنا ما نتخانق يا ابي. ايوه احنا نضرب بعض بس. طيب اشوف وشكم بخير. مع السلامه يا ابي. ابي شنطه الاوراق بتاعتك. شكرا. مع الف سلامه. مع السلامه يا ابي. يا رب يا رب ابقى نجمه مشهوره عشان اسافر كل يوم بالطياره. يا رب تهدها. اوراقك يا سيدي كلها جاهزه. اتفضل. متشكر يا فندم، وانا هبقى دايما على اتصال بسيادتك. ان شاء الله هنسمع اخبار كويسه. ان شاء الله يا فندم. استاذن انا. ما تقعد شويه يا راجل. يا دوبك يا فندم التاكسي واقف بره ويا دوبك الحق ميعاد الطياره. رب سلامه. الله يسلمك. القهوه يا استاذ منير. متشكر عم بدر، انا اصلي مستعجل. مع منير. اهلا يا سامي. ترجع لنا بالسلامه. الله يسلمك. ما تغيبش ان شاء الله. مش عايزه حاجه من اليونان. سلامتك. لا اله الا الله محمد رسول الله.
يعني ايه حرام عليك؟ حرام عليك عايزه انام شويه ساعه الظهريه. ولا عاوز ينام يستخبى تحت السرير؟ اعمل لك ايه من صوتك؟ من الراديو اللي انت ملعاه؟ دوشني وقرفني وقلب دماغي مش عارف انام. جيران عماله تتخانق معايا وتهزقني وعماله تقطع فيا وتلاقيني تحت السرير. عايزاني اعمل ايه؟ اقوم اقطع معاهم؟ لا تقوم تهزقهم وتقول لهم عيب عيب تطولوا لسانكم عليها دي اميره الامراء. انا عيني انا عيني لسانهم لسانهم ايه ده انت عليك لسان ما شاء الله لو اتسلق يوكل بلد بحالها بقى كده يا حسونة. طب والله 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 ما انا خدماك وش حوش حوش خدماتك اللي نازله ترف يا اختي. يا نكر الجميل. هو فين الجميل ده يا اختي فين؟ ما خلاص منير عدى سافر اليونان بدل كامل بيه يعني راسه بقت براس كامل بيه خلاص ما حدش يقدر يقرب له. الاحسن الواحد ينام وعلى الله على الله اسمع صوتك تاني. يا جبان يا جبان اقوم كده تستسلم؟ عايزاني اعمل ايه؟ تفكر يا لهوي. انا افكر؟ حسونه يفكر؟ هي الناس بتفكر ازاي؟ عنايات هي الناس بتفكر ازاي؟ بستانها بعنيها بقى ومخها لمسكت تبقى بمخها. لازم تفكر بمخها لازم تفكر بمخك يا حسونة. تعمل ايه يا حسونة؟ تعمل ايه يا حسونة؟ تعمل ايه؟ وجدتها وجدتها. أقدم استقالتي من الشركة. أقدم استقالتي من الشركة؟ ما دام المسألة وصلت لحد كده يبقى لازم أقدم استقالتي من الشركة. مش كده برضه؟ ما تتكلمي يعني عنايات. عنايات ترد عليا عنايات. يعني عنايات تتكلمي يعني عنايات. مش معقولة تسيبيني في الموقف الصعب اللي أنا فيه ده. انا في احلك المواقف يعني هات انا تخليكي جنبي يعني هات تخليكي جنبي مره واحده تكلمي قولي يعني هات. وانا انا بعمل كل ده عشان مين؟ ما هو علشانك. عشاني انا؟ طبعا طبعا. انت مش حكمت عليا اني ما اتكلمش خالص وما افتحش بوقي؟ خلاص مش هتكلم ولا هفتح بوقي. خلاص حقك عليا يعني هات. انا غلطان سوري يعني هات. بس اتكلمي خليكي جنبي يعني هات انقذيني. انا محتاج لك حنيات. قولي اي حاجه خرجيني من الموقف اللي انا فيه ده. خلاص كل يوم بقى اسوأ من اللي قبله. السجاده عماله تتسحب من تحت رجلي لحد ما بقيت واقف على الهوا. حنيات ارجوكي اتكلمي حنيات. حرام عليكي انا شفت ريقي. يعني خلاص عرفت انك غلطان؟ غلطان وستين غلطان. لبنى اشمعنى احنا هنهزر؟ سوري لبنى لبنى هي الوحيدة اللي تقدر تطير منير ده خالص. قلتها لي قبل كده وعملناها وما نفعتش وفضل قاعد ومثبت. لا بس المرة دي بقى عاوزة ايه؟ عاوزة رسم. عايزة تكتكة. ازاي؟ من ناحيتك انت تبقى اسد. اسد؟ اسد اسد في الشغل وتبين لهم شخصيتك قوية. ايوه وما تاخدش اوامر من اي حد وانت الوحيد تبقى صاحب القرار. من ناحيتي انا هتبقي ايه؟ لا انا هروح للبنى وحواريك كده الناس هيعمل ايه. كده الناس بس على شرط. ايه هو؟ وانا رايحه للبنى اكون لابسه الفستان الجديد اللي هتشتروه. صباح الخير. صباح النور. سلامتك يا استاذ حسونة. مرجي. معركة معركة ضخمة جدا ولا معارك الحرب العالمية التانية. انت كنت بتحارب؟ اكتر. ازاي؟ جيران بتوعنا يا ستي ضايقوا الهان مراتي قالت لي وعنها وقمت كسرت العمارة كلها على دماغهم. ده انت شمشون بقى اكتر.
رجليك اتعورت وانت بتكسر العماره فوق دماغهم؟ عبيطه دي ولا ايه؟ لا طبعا، حتى كسر في العماره، اكسر في العماره لحد ما قلت يا بس. دخلت شقتي وانا في نشوه انتصاري، المدام قعدت على السرير وقع على رجلي. ورجليك كانت فين ساعتها؟ تحت السرير؟ عبيطه دي ولا ايه؟ لا طبعا، رجليا كانت تحت السرير. ازاي؟ المدام لما قعدت حاولت اسند السرير برجلي وقع عليه كسر. الف سلامه عليك يا استاذ شمشون، قصدي يا استاذ حسونه. اتفضل، الدوسيهات ديت اللي الاستاذ منير قال لك تعملها. عبيطه دي ولا ايه؟ اعملها؟ اعمل فيها ايه؟ حصر جميع العمليات اللي في الدوسيهات ديت، وايه اللي ناقص فيها ومواعيدها وتواريخ التوريد. افندم، الحكايه دي عملها واحد مبتدئ ما بيفهمش في التصدير ولا الاستيراد، مش انا. انا حسونه، هو فاهم نفسه ايه؟ لازم يصحى، لازم يفوق. استاذ حسونه، ما استاذ بلا زفت، انتوا خليتوا فيها استاذ. ما خلاص اتبعترت، ضعت. انتوا نسيتوا ان المكتب ده انا اللي شايله على كتافي، انا اللي عملته. وكامل اللي انتوا شايفينه ده ما كانش يعمل اي حاجه غير لما ياخد رايي انا، عشان كده بقى كامل بيه. بس ايه؟ انا اللي علمته يعني ايه استيراد وتصدير. في الاخر يجي واحد زي منير يديني انا الاوامر؟ المعامله دي ما تعجبنيش، فاهمه؟ في مليون شركه تانية تقبل ان انا ادوس عتبتها. طب اهدى بس يا استاذ. ما اهداش. ثم انا ما احبش اتكلم قبل ما افطر، ما بحبش اتكلم قبل قبل ما تفطر. طيب افطر على مهلك كده وتعالى لي جوه في المكتب يا سيد حسونه. كندي روح افطر. ايه؟ مش كنت تنبهيني؟ ما انا عماله اقول لك من الصبح اهدى اهدى اهدى، مفيش فايده. وبعدين انت خايف ليه؟ انت قلت حاجه غلط؟ انا قلت ايه بالظبط؟ انا اتلخبطت، مش كده؟ انا هخش كامل بيه، هخش يلوى. انا اصطبحت بوش مين النهارده؟ مفيش غيرها عنايات. خلصت افطار يا حسونه؟ نعم، انا تحت امرك يا سعاده البيت. طب اتفضل. صح شف، اتفضل يا حسونه. يا فندم عيب احد. يا فندم ايه؟ صح يا فندم. يا فندم ده الشمس في مدارك يا فندم. في مداري؟ ما تبطل يا اخي اللغويات بتاعت البيت. قلت لك اقعد يعني تقعد، خلاص اتفضل اقعد. شوف يا حسونة، أنا عايز أقول لك حاجة. أنت عارف أنت اشتغلت في الشركة دي هنا إزاي؟ أقول لك، الله يرحم والدك كان راجل طيب ومخلص وأمين، واشتغل معايا سنين طويلة في الشركة ديت. لما جه وطلب مني إن أنا أعينك في الشركة، قلت مفيش مال، جايز الواد يطلع لأبوه. لكن للأسف خيبت ظني يا حسونة، خيبت ظني. انت ما ورثتش من عن ابوك غير حاجة واحدة بس. ايه هي يا فندم؟ انا مش هقول لك عليها دلوقتي، هقولها لك بعدين يا حسونة. انا فكرت اكتر من مرة اني افصلك، لكن كنت بتراجع. كانت ذكرى والدك الله يرحمه كانت هي اللي بتخليني ارجع في كلامي. لكن على رأي أم كلثوم يا حسونة، للصبر حدود. أنت لازم تفهم يا حسونة إنك أنت هنا موظف وبس، تسمع الكلام وتنفذه وبس. ولما أقول لك تنفذ اللي بيقوله لك منير تبقى تنفذه بس. مفهوم؟ مفهوم يا فندم، بس أنا عقلي شوش على إخلاص يا فندم، عشان كده يا فندم. خلاص يا حسونة، خلاص 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 خلاص، سيبك من حكاية إخلاصك دي ونفتح صفحة جديدة، وتفضل روح شوف شغلك. ايوه بس الحقيقة يا فندم، انا
انا مش هدافع. ما خلاص بقى يا حسونه هتوجع دماغي ليه؟ اتفضل انا عندي شغل. اتفضل اتفضل. حاضر يا فندم. حاضر. استاذ حسونه استناني استناني. لازم تفهم يا حسونه، اولا انا عملت الشركه دي قبل ما تيجي انت فيها بسنين، يعني ما بنتهاش على كتافك زي ما بتقول يا حسونه. ثانيا انا عمري ما خدت رايك في حاجه يا حسونه. انا خدت رايك في حاجه قبل كده اطلاقا. انا بس عايزك تحط الحكايه دي في دماغك، فاهم؟ ايوه ايوه. بس انا حبيت اعمل لنفسي سعر يعني، وقلت وابويا لك ابويا الله يرحمه كان دايما يقول هو اللي بنى الشركه دي على كتافه. ابوك كان بيقول برضو هو اللي عمل الشركه على كتافه. طب اتفضل. حاضر. اطلع من قدامي. حاضر. ابي هيجنني ابوه. يا اختي تسلم ايدك يا عم بدوي. الله يسلمك يا استنات. يا اختي ايه الكحه دي يا عم بدوي؟ لا يا اخويا سلامتك الف سلامه. ايه حكايه الكحه اللي ماسكاك دي؟ لا 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 انت لازم تاخد بالك احسن تمسك في صدرك يجرى لك اي حاجه، يجي لك التهاب رئوي ولا سل والعياذ بالله. بقول لك ايه يا عم بدوي، انت تجيب لي بندكر ورق جوافه وتلي وتغليهم على بعض وتشربهم قبل النوم، يوم والتاني هتلاقي نفسك زي الحصان. دي وصفه بقى متجربه. هعملها ان شاء الله. الا بقول لك ايه يا عم بدوي، أي. يعني انتوا كده يعني ما يلزمكوش كده حاجه في البيت يعني زي شاي سكر زيت صابون اي حاجه؟ حكم حسونة جوزي له معارف كتيره قوي، قول له اي حاجه وهو يجيبها لك على طول. اذا عوزنا حاجه هقول له ان شاء الله. بقول لك ايه يا عم بدوي، يعني انتوا كده يعني ما يلزمكوش كده حاجه في شغل البيت يعني مسح كنس يعني اغسل الموكيت واغسل النشاني؟ حكم انا بقى لهلوبه في الشغل، ايديا بتاكلني من الشغل. عارف انك لهلوبه. متشكر خالص يا راجل. لا شكر على واجب. الله معقوله دي؟ ده حسونة زي اخوك بالظبط، ولا سامية بنت اختي وحبيبتي. يا سلام عليك يا حسونه وعلى كمالك، ده بيشكر فيك شكرانيه. يا لهوي القلوب عند بعضها يا استنات. بقول لك ايه يا عم بدوي، هي يعني الست لبنى يعني هي هتصحى من النوم امتى؟ هي صحيت ونازله حالا. لا 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 خليها براحتها يا اخويا، انا قاعده مستنيها مش ورايا اي حاجه. انا قلت لها ان بقى لك ساعتين هنا. ليه بس يا عم بدوي؟ انا مش عايزه اضايقها. معقوله؟ لا يا اخويا تقوم على الاقل من مهلها. ده كلام؟ اهي ست لبنى نزلت اهي. يا اخواتي يا اخواتي، يا صباح الفل يا صباح الياسمين. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ يا ارض احفظي معاليك. ايه يا اخواتي ده؟ ايه الجمال ده كله؟ ايه الشياكه دي كلها؟ ايه الدلال ده كله؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده عرسان البلد كلها هيترموا تحت رجليك يا ست الكل. يا فل يا فل. صباح الخير. يا صباح الفل يا قمر من السماء. ازيك وازاي صحتك؟ طب والله والله ومالك عليا يمين، انا وحسونه جوزي كل ليله بندعي لك. متشكر. اتفضل. يزيد فضلك يا اختي. قشطه قشطه مهلبيه. اقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه يا اخواتي؟ قمر قمر اقول ايه يا اختي؟ كملت الاوصاف. خير يا عنايات. خير يا حبيبتي. خير. الله اللي يشوفك لازم يشوف خير. اصلك يا حبيبتي وحشاني 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 موت، وانت بقى بالذات ليكي وحشه خاصه عندي. قلت بقى يا بنتي عنايات اروح اطمن عليكي واسال عليكي واسليكي، اقول لك حكايات واقول لك نكت واقول لك اغنيات. حكم الجور السعيد يسعد وانتم بتسعدوا كله. مرسي يا اختي. اسم الله عليك وعلى كمال امك، طالعه من حنكك زي العسل. قشطه يا اخواتي قشطه. اقول ايه ولا ايه؟ والله يا ست لبنى والله انا وحسونه جوزي ما لناش سيره غيرك، على ادبك واخلاقك وكمالك. وكل يوم يجي من الشغل ويقول لي ايه؟ يا سلام يا عنايات لو ربنا يرزقني ونجيب بنت ونسميها لبنى على اسم لبنى هانم، اقول له يا ريت يا ريت يا حسونه يا ريت. وكل يوم يجي من الشغل تعبان وهل كان يا حبه عيني ويقول لي عنايات يا ريت نروح نطمن على لبنى هانم، مع انه بيتعب في الشغل كتير قوي. يعمل ايه بقى؟ ما هو بيحب باباكي زي عينيه ومعتبره يعني زي باباه ومعتبر الشركه شركته. لكن ايه بقى اقول ايه؟ مالوش في الطيب نصيب. يعني ايه؟ يعني حبيبتي انا مش عاوزه ادوشك ولا ادخلك في اي مشاكل. حسونه جوزي اهو بيشتغل وعمال بيقاسي ولا بيتكلم ولا بيشتكي. ازاي؟ ما هو انا بقى مش عاوزه اضايقك حكيم، انا عارفه انك حقانيه وما تحبش الظلم ابدا، ولو حكيت لك اللي بيجرى الحسونه مش هتسكتي ابدا. بيجرى له ايه؟
كلمي. يا اختي هقول ايه ولا ايه ولا ايه؟ الهي جاز اللي كان السبب. مين ده؟ اللي دخل الشركة وشاطح فيها يمين وشمال ومفيش حد مالي عينيه أبدا، وطبعا هو مطمن بقى إن طاول به باباكي واكل بعقله حلاوة. واكل بعقله حلاوة؟ يا أختي ما تأخذنيش في دي الكلمة دي، دي فلتت لسان. أصل منير ده مش لاقي حد يقف قدامه ولا يقف قصاده خالص، ولولا عارف بقى إن باباكي واقف معاه واقف في صفه. ده لما زعلك حسونة قال له ايه؟ عيب عيب يا منير عيب. الله، دي بنت كامل بيه ودي ستنا وتجرسنا. يا اختي يا اختي ما سلمش من لسانه ابدا. قال له ايه؟ انا ما بيهمنيش من حد، انا ما بخافش من حد. بقى كده؟ اه، ويا ريت على كده وبس. في ايه تاني؟ بقال ايه؟ منير وسامية عاملين رباطية على حسونة جوزي. يعني ايه رباطية؟ رباطية يعني متفقين مع بعض ضد حسونة جوزي. اه، عايزين يسيبوه الشركة وهم بقى يبرطعوا فيها زي ما هم عاوزين. طب وايه علاقة سامية بمنير؟ الله اعلم، يعني الله هو اللي اعلم ايه بقى بناتهم. يا اختي وربنا حليم ستار، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بقى كده؟ بقى صدقي ست هانم ان حسونه اللي طول عمره خادمكم ساميه ومنير يتفقوا عليه. انت متاكده يا عنايات؟ يا اختي انقطع لساني لو كنت بكذب. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. الله يخليك يا استاذ حسوني. هو منير بيه مش موجود ولا ايه؟ لا، ده سافر اليونان. ايه يا بخته، اليونان اني ابعد بلد رحتها مصر. ومنير بيه ناوي يجي امتى ان شاء الله؟ يعني اذا كان منير مش موجود حسونه موجود. يعني تحت امرك، اي خدمه. تشكر يا استاذ حسوني. كامل بيه موجود؟ ايوه، دقيقه واحده اديله خبر. فتحي بيه احنا حلوين قوي. نعم. يعني ايه؟ مش فاهم يا استاذ حسن. يعني طول عمرنا بنتعامل مع بعض، دلوقتي بقينا كوخه. مش فاهم ولا مغزي. اصلك داخل تسال على منير كان مفيش في المكتب غير منير. طب ما انا موجود يا اخي. انا قصرت معاك في حاجه؟ فتحي بيه كان يضيف انتظارك. الحقيقه ما قصرتش. انا كمان طولت معاك في حاجه؟ الحقيقه ما طولتش. استاذ، حتى انت يا فتحي صحيح قليل البخت يلاقي فتحي في الشركة. اقعد يا فتحي اقعد. يلقنا عليك يا راجل. ربنا ما يجيب قلق يا كامل بيه. ما يجيب قلق بقى يا راجل، تغيب المدة الطويلة دي لا حس ولا خبر. حتى المحصول اللي احنا اتفقنا عليه ما وردتوش ومش عايزة نقلق. يعني قصي بصراحة واخد على خاطر يا كامل بيه، ولولا ان الاستاذ منير جالي البلد انا بقى ما كنتش ناوي ادخل الشركة دي تاني ابدا. ليه؟ حد زعلك؟ يعني مش عارف ايه اللي حصل يا كامل بيه. لا انا معرفش. ايه؟ انا كنت اعرف كنت جيت لك بنفسي. ربنا يسعدك يا كامل بيه. لكن صحيح ما تعرفش ايه اللي حصل؟ قلت لك ما اعرفش يا فتحي. قول لي ايه اللي حصل؟ اصل بصراحه اللي عملته ست لبنى ما يتعملش. لبنى؟ طب وايه دخل لبنى في الموضوع ده؟ صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اشرقت الانوار وهلت الاقمار. يا قمر مدور في السماء منور. ازيك حسونه؟ الحمد لله يا فندم، بقيت كويس لما شفت حضرتك. زي ما اكون عطشان وشربت، زي ما اكون تعبان. اهلا يا لبنى. ازيك يا سامي؟ الحمد لله. ومال المكتب هادي النهارده كده ليه؟ اكيد ابو دم تقيل مش موجود. اكيد يا فندم. اتفضلي حضرتك. استريح. اتفضل انت شوف شغلك. انا داخله البابي يا سامي. في كلام كتير عاوز اقوله له. عن اذنك. بتتكلم كده ليه؟ صباح الخير يا بابا. اهلا يا حبيبتي. اهلا يا لبنى. اهلا اهلا. انتي طبعا عارفه فتحي. فتحي اهلا يا فتحي. اتفضل. زيد فضلك استاذ فتحي. انت
لسه زعلان مني؟ لا لا انا قلت كده برضو، قلت انك اكيد كنت بتهزر، وانا اللي فهمت الهزار ده غلط. ما كانش صح ان انا ارد بالشكل ده، والحمد لله ان انا قابلتك عشان اتاكد انك مو زعلان. خلاص خلاص يا فتحي، خلاص خلاص يا راجل، بقى تزعلش بقى، دي لبنى ما قلبها طيب وما تقصدش، ولولا انها بتعزك حقيقي وعارفه انك انت زعلت ما كانتش اعتذرت لك، مش كده ولا ايه يا لبنى؟ طبعا يا باب. خلاص بقى يا فتحي، انت مش زعلان؟ معقول 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 يا كابتن، حد يزعل من لبنى هاني؟ دي حتى زي النسمه، دي تتحط على الجرح يبرد. ميرسي قوي فتحي. طيب استاذن اني ما تقعد معانا شويه يا راجل؟ لا معلش، انا همشي دلوقتي، ماني حاجه كتير حاجه كتير قوي. السلام عليكم. مع السلامه يا فتحي، مع السلامه. لا لا خليك انت كامل بيه، خليك مرتاح، انا عارف السكه لوحدي. طيب. مش معقوله يعني هتسيب لبنى هانم برضه؟ ايه استاذن اني مع السلامه يا فتحي. اللي حصل ايه؟ مالك في ايه؟ يعني أنا كويس، خير كويس صحيح. هو الباب منين؟ مع السلامة. على طول، مع السلامة. تصور يا بابي، تصور إنه كان عاوز يتجوزني. عشان كده بيلتزم يتصرف. السلام عليكم. بعدم تعديل. سبحان مغير الأحوال، داخل زعلان خارج مبسوط. أيوه يا أستاذ حسون، أنا مبسوط. في حاجة؟ لا أبداً مفيش أي حاجة، بس يعني أنا كنت عايز أطمن عليك. لا اطمن. صحيح أني ما كنتش بهزر في الأول، لكن وماله، كله بفايدة. الله، كله بفايدة. الراجل عقله خف. بقولك إيه، ما تسيبه في حاله، هو أنت لازم تعرف كل حاجة. أنا جاية أطلب رفع الظلم عن حسونة. حسونة مظلوم ومضطهد يا بابا. ومضطهد كمان. طب مين اللي قال كده؟ بابي، انت طول عمرك بتحبه وبتعطف عليه، ايه اللي غيرك كده؟ يا ماله وكسله؟ يا سلام يا سي بابي، وش معنى بقى النهارده اللي افتكرت اهماله وكسله؟ انا حاولت اصلحه ومفيش فايده. بابي صدقني، حسونة مخلص ليك وبيحبك. انا يا ستي مش عايزه يحبني، انا عايزه ياخد باله من شغله بس. خلاص يا بابي، من النهارده انا بوعد حضرتك انه هيكون مثال الموظف المثالي. خلاص، وده اللي انا عايزه. طب بابي من فضلك امدهله بقى وقول له كلمتين حلوين اهو يرفعه من روحه المعنويه. ومالها بقى روحه المعنويه دي؟ عنده احباط يا بابي. بابي تعرف يمكن احساسه بانه مضطهد بيخليه يعني يهمل في شغله. شوفي يا لبنى، انا عايز اقول لك بابي، عشان خاطري يا بابي اندهل، عشان خاطري بقى. يلا يلا قوم يا بابي قوم. حاضر يا ستي، حاضر 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 حاضر. يا استاذ حسونه، شوفي ما بيردش. استاذ حسونه، انت فين؟ بيرد، بيشتغل، قاعد على مكتبه يا بابي. تعال لي انا عايزك. يا حبيبي احلى بابي في الدنيا دي كلها. نقطة ضعفي ان انا بوافق على كل حاجة تطلبيها حتى لو كانت غلط. عارف يا بابي، الايام هتثبت لك انه انسان مخلص ليك جدا. ادخل. افندم سعادة بيه، اسمع يا حسونة، انا بقى هفتح صفحة جديدة وحنسى كل اللي فات. ربنا يخليك يا سعادة البيه. المهم تاخد بالك من شغلك وما تغلطش. يا فندم الحق مش عليا، الحق على إخلاصي، هو اللي بيخليني أندفع في خدمة سيادتك. أحيانا أخطئ وكثيرا ما أصيب. ما بلاش حكاية إخلاصك دي يا أخي، خلاص سمعتك. وهتاخد مكافأة كمان. نعم. يا بابي أنت رجعت في كلامك ولا إيه؟ وأنا قلت مكافأة؟ لا بس انا قلت مكافأة. فيها ايه دي بقى؟ خلاص بقى يا بابي، مكافأة مكافأة، هتاخد مكافأة احسن. خلاص
هدي لك مكافأة. ربنا يخليك يا سعادة البيه. انت تشكر لبنى لانها هي السبب. ان لساني يعجز عن شكرها، ومع ذلك ربنا يخليك ويسعدك ويرزقك بابن الحلال ويرزقك بالاولاد الصالحين اللي يملوا عليك البيت، يقولوا لك يا ماما، يقولوا لك يا جده، يقولوا لي يا عم، ويقولوا عنيات يا دادا. جرى ايه يا حسونه؟ انت يا اخي هتلقي محاضره؟ ما خلاص قلت لك سمحتك. والمكافاه تصرف انت يا سعاده بيه. حسونه روح على مكتبك. تحت امرك سعاده بيه، تحت امرك. مبسوطه يا ستي؟ ربنا يخليك ليا يا بابي. بابي، الى اخبار طنط لولا ايه؟ ايه اخبار طنط لولا ايه؟ مالها؟ ولا حاجه ولا حاجه. يعني ما اتصلتش بحضرتك؟ تتصل بيا ليه؟ هي مش قالت لك انها انا ما همهاش، وانا كمان ما بفكرش فيها. صحيح بابي؟ قصدك ايه؟ ولا حاجه يا بابي، انا اسف. تعالي هنا. انت جايه هنا عشان حسونه ولا جايه عشان حاجه تانية؟ الاثنين. الاثنين يا بابي، يا احلى بابي في الدنيا. عن اذنك يا بابي، عن اذنك يا بابي. وحياتك يا بابي، انا اللي هجوزك. هجوزك يعني هجوزك. سامية. ايوه يا لبى. قولي لي هتخلصي شغلك امتى؟ ليه في حاجه؟ كنت عايزه اتكلم معاكي شويه. طيب نتكلم في البيت. لا طب ما نروح النادي نتغدى هناك ونتكلم على راحتنا. بلاش النهارده. ليه؟ اصل عندي مشوار مهم قوي بعد الشغل. مشوار ايه ده؟ بعدين اقول لك. اخيرا كامل بيه يعرف امتي. حاسس انه ما يقدرش يستغنى عني ولا عن خدماتي. عارفه ليه؟ ليه يا سبع البرومبا؟ هديته ان انا هستقيل. حاسس انه هيخسرني، حاسس انه هيخسر خبرتي، حاسس انه هيخسر كفاءتي. حسونه الكلام ده تقوله لحد تاني. ايه مش مصدقاني؟ لا يا حبيبي مصدقاك. ما كمان مش معقول كامل بيه يديلك مكافاه علشان خبرتك وكفاءتك. امال عشان ايه؟ عشان انا واعوذ بالله من كلمه انا رحت لجنة هانم ومليت دماغها. قلتيلي بقى، يعني كلامك معاها هو اللي يخليها تعمل ده كله؟ واكتر من كده يا حبيبي. اصل انا بقى يا حسونه فقعت زومبا، انما ايه قد كده اهو عجب. السلام عليك يا عنايات، ده انت دماغك سم. نعم قصدك ايه بقى يا حسون؟ قصدي يعني انك هايله. انا مش عارف اشكرك ازاي. المهم الفعل مش الكلام. يعني ايه؟ يعني تشكرني بالفعل مش تشكرني بالكلام. يعني انا فعل؟ خلاص انا اشكرك بالفعل. لا مش كده. امال نعمل ايه؟ ارقص لك 10 بلدي؟ لا ولا دي كمان. امال ايه؟ يعني تنزل بقى تشتري لي الفستان الجديد من مكافاه كامل بيه. الحمد لله على السلامة يا هانم. الله يسلمك يا أختي الحبيبة. قوليلي بقى، طب خالنا إيه؟ قوليلي أنت الأول، كنت فين؟ إيه ده؟ أعتبره تحقيق ولا أعتبره اطمئنان؟ افهميها زي ما تفهميها. لا ما هو أصلي أنا مش مفروض أديكي تقرير عن تحركاتي. لا بقى، ده مفروض ومفروض قوي كمان، خصوصا وإن أبي منير مسافر، يعني تحركاتنا لازم تبقى بحساب. أيوة بس غياب اخويا منير مش هيمنعني من اني احط حجر الاساس في مستقبلي. نعم يا اختي، حجر اساس ايه؟ مستقبلي الفني. يا رب. كنا قلنا ان ربنا شفاها. ليه وانا كنت مجنونه ولا يعني بتسمي حبي للفن جنون؟ طب يا حبيبتي قوليلي كنت بتحطي حجر الاساس ده فين؟ انا اقولك بقى، فاكره المسابقه بتاعت الاصوات الجديده؟ اللي انت كنت عايزه تقدمي فيها وابي منير رفض؟ مظبوط. انا بقى قدمت فيها.
ازاي تعملي كده؟ انت عارفه لو ابي منير عرف. ألفت، انا ليا شخصيتي وكياني الاعتباري، وبعدين انا مش صغيره علشان حد يوجهني، ولازم تعرفي كويس ان انا اعرف مصلحتي، وبعدين مش هسمح لاي مخلوق في الدنيا ان يقف حجر عسره في طريق مستقبلي. ايوه يا سلام، ده ايه الفصاحه والشجاعه دي كلها؟ انا ابواب المجد كلها مفتوحه لي، فاضل لي خطوه واحده، خطوه واحده بس واطلع فوق 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 يا ألفت. مجد وشهره وفلوس وعربيات ومعجبين، كل ده يبقى تحت ايدي وعايزاني ارفض ليه؟ يبقى تحت ايدي ان انا ابقى المطربه المشهوره نوال وعايزاني ارفض ليه؟ وبعدين انت لازم تشجعيني على كده. ايوه، لاني انا هكون السبب في شهرتك. شهرتي انا؟ طبعا، ما هو انا لما هبقى مشهوره كل الناس هتشاور عليكي ويقولوا اخت نوال المطربه المشهوره اهي، ولما يعرفوا ان انت بترسمي هياخدوا كل لوحاتك ويعلقوها في بيوتهم وتبقى زي التحف، ولما حد يزورهم يقول لهم ايه التحف دي؟ هيقولوا دي بتاعت اخت نوال، نوال المطربه المشهوره. شفتي بقى؟ والله انا شايفه كويس، لكن الظاهر ان انت اللي مش شايفه حاجه.